كتجلى المشاركة المغربية في الأمم المتحدة لتغير المناخ من خلال مسارين، أولا المسار التفاوضي ثم أو ما يسميه البعض بأجندة العمل. فيما يخص المسار التفاوضي، هنا لابد أن نستحضر نداء مراكش اللي كيتعد من بين أهم مخرجات كوب 22، واللي كينص على المضي قدما نحو التخفيف من انبعاثات الغازات الدافئة اللي كتسبب في الاحترار المناخي، ثم ديال التكيف اللي كتقوم بها الدول الأكثر هشاشة، ثم ينص كذلك من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ولا سيما فيما يخص تقوية القدرات، فيما يخص التمويل، وفيما يخص أيضا النقل التكنولوجيا. إذن من خلال هاد النقاط هذه غادي يمكن لنا نقولوا أنه المؤتمر 23 سوف يكون محطة للتأكيد على الأدوات والوسائل اللي لازمة بالنسبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا. فيما يخص المسار الثاني المتعلق بإجراءات العملية أو أجندة العمل، فكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قامت بحل للمغرب اللي غادي تكون فيه اللي غادي يكون بمثابة فضاء لإشعاع المغربي من خلال بعض الأنشطة اللي كتزيد على 42 نشاط لكي هم الإنجازات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية. وكذلك فيما يخص الرواق المغربي والبرنامج اللي عملناه ديال الأنشطة في هذا الرواق، هذا خصينا واحد اليوم خاص بأفريقيا، يعني البعد الأفريقي حتى هو حاضر في المشاركة.